متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. بحمد الله بعدما هطلت يعني الأمطار في مدينة جدة والعديد من المناطق، نبارك لكم هذه الديار الممطورة ونبشركم بالمزيد من الحالات الجوية خلال هذا الأسبوع. طبعا هذا المخطط البياني كما تلاحظون هو لفرص الأمطار، بشرناكم سابقا خلال الأسبوع الماضي بوجود هذه الحالة الجوية التي أثرت على المملكة نهاية هذا الأسبوع وخلال اليومين الماضيين، والآن نبشركم من جديد هناك المزيد من الحالات المطرية بمشيئة الله تعالى. في بداية هذا الأسبوع تراجع كبير على فرص الأمطار كما نلاحظ، هذا المخطط البياني هو لفرص الأمطار، تراجع كبير لفرص الأمطار خلال بداية هذا الأسبوع، ولكن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر هناك مع نهاية هذا الأسبوع بحالة مطرية واسعة النطاق وتكون مصحوبة ببعض البؤر الغزيرة من الأمطار الرعدية. كما نلاحظ مدينة جدة ترتفع بها يوم الخميس فرصة الأمطار 90%، وتبدأ من مساء يوم الأربعاء وتستمر معنا حتى يوم الجمعة وربما حتى السبت. عموما هذا ما هو واضح حتى اللحظة. نعود إلى نصار التوقعات الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع، ونبدأ من يوم يعني الأحد. من المتوقع بمشيئة الله تعالى يوم الأحد أن تعيش المملكة استقرارا على الأجواء وتراجع في فرص الأمطار في أغلب ومختلف مناطق المملكة. ربما أجواء مغبرة بعض الشيء في المناطق الوسطى ناتجة عن اشتداد في سرعة الرياح الشمالية الباردة، انخفاض سنلحظه بشكل واضح في ساعات الليل حتى في العاصمة الرياض التي ربما تصل بها الصغرى إلى 14 درجة مئوية فقط وربما أقل من ذلك. درجة حرارة يعني العظمى في العاصمة الرياض 27 درجة مئوية، مناطق الشمالية 22، تكون 21 درجة مئوية في تبوك و32 مئوية في جدة. بعض الأمطار الرعدية محتملة في فوق الجبال جنوب غرب المملكة مع 25 درجة مئوية، وتكون في شرق المملكة والدمام تقريبا 30 درجة مئوية، وأيضا مع بعض الأتربة والرمال المثارة. يوم الاثنين تراجع تام في فرص الأمطار في أغلب ومختلف المناطق، لكن يقابلها أيضا تراجع في درجات الحرارة في مناطق مختلفة من المملكة، بما في ذلك المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض تكون الصغرى يعني 12 درجة مئوية، وهذا يستدعي يعني لبس الملابس الثقيلة في ساعات الليل خاصة في المناطق المكشوفة والمفتوحة. تكون درجات حرارة في شمال المملكة ما بين 23 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن كما نلاحظ انخفاض كبير في ساعات الليل، 26 درجة مئوية إلى 16 في الدمام، 24 مئوية إلى 12 في الرياض، و7 درجات مئوية درجة حرارة الصغرى في شمال المملكة. كما نلاحظ أجواء باردة في ساعات الليل. وفيما انتقلنا أيضا إلى المناطق الشمالية الغربية، في تبوك تكون العظمى تقريبا حوالي 22.9 درجات مئوية، 34 درجة مئوية في منطقة جدة، هناك ارتفاع على درجات حرارة بعض الشيء في جدة، وتكون 25 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. يوم الثلاثاء يتوقع أن تقريبا أن تستمر الأجواء على ما هو الحال عليه، يعني الأجواء مستقرة لا تغيير يذكر على الأجواء، تكون درجات حرارة متشابهة مع يوم الاثنين وفرص الأمطار ضعيفة للغاية. تغيير كبير وجوهري على الأجواء متوقع في سماء وأجواء المملكة اعتبارا من يوم الأربعاء، وذلك ناتج عن تدفق لمد رطوبي كبير جدا من بحر العرب، وهو ناتج أيضا بسبب ما يسمى بحالة مدارية يتوقع أن تتقدم من بحر العرب باتجاه خليج عدن، تؤثر على اليمن وأيضا على مناطق من الصومال، ولكن ترفق بمد رطوبي في طبقات الجو الذي الأمر الذي سيؤدي إلى يعني أن يتجه أو تدخل هذا المد الرطوبي باتجاه المملكة. يتقابل ذلك يوم الخميس والجمعة بتقدم لهواء بارد قادم من الشمال من منطقة بلاد الشام، ذلك أو تلك الحالة الجوية ستعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة للغاية في مناطق واسعة من المملكة مصحوبة بأمطار رعدية ذات بؤر غزيرة في مناطق عدة تشمل السواحل الغربية من المملكة بما في ذلك مدينة جدة. مرة أخرى ستشهد تلك الأمطار مرتفعات مكة والطائف وأجزاء واسعة من مرتفعات جنوب غرب المملكة. تمتد هذه الأمطار لتشمل أيضا كما تلاحظون مناطق أيضا الوسطى من المملكة، مناطق لم تشهد أمطار منذ بداية الموسم، مناطق الدوادمي أجزاء واسعة من القصيم وحائل، وبحمد الله المؤشرات تشير إلى امتداد هذه الأمطار أيضا إلى العاصمة الرياض مع نهاية هذا الأسبوع كما تلاحظون، وتصل هذه الأمطار أيضا إلى المناطق الشمالية الغربية الشرقية عفوا من المملكة، وربما تصل أيضا الدمام وحفر الباطن. هذه مناطق جميعها من المتوقع أن تتأثر بهذه الحالة الجوية المميزة التي تنتج عن تقريبا عوامل عدة يتوقع أن تؤثر على منطقة شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة. إذا يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى لا تغيير على الأجواء، سوى أن هناك اشتداد للرياح في المنطقة الوسطى والشمالية
كثير هذه الأحوال الجوية. درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية مثلا في العصر، هناك ارتفاع متوقع درجات الحرارة، بعض الأتربة والرمال متوقعة في المنطقة الشمالية ولا تغيير يذكر في باقي المناطق. ولكن مع ساعات المساء والليل، مساء يوم الأربعاء وليلة الأربعاء للخميس، تبدأ بمشيئة الله تعالى سحب ركامية رعدية بالتشكل في منطقة بحر الأحمر، وستحدث هناك تخريجات بحرية ممطرة تؤثر على السواحل الغربية للمملكة. يعتقد أنها ستؤثر على رابغ ومن ثم جدة وطول المنطقة الغربية والجنوبية الغربية المطلة على البحر الأحمر، ومن ثم لاحقا يوم الخميس يتوقع أن تبدأ بالامتداد إلى الداخل. إذن هذه الأجواء يوم الخميس، انخفاض على درجات حرارة ملموس في المنطقة الغربية، أمطار رعدية يعتقد ويتوقع أن تكون غزيرة على السواحل الغربية من المملكة، بما في ذلك ربما جدة هذه المرة تشهد نصيبا كبيرا من الأمطار، بالإضافة إلى مرتفعات جنوب غرب المملكة. جميع هذه المناطق من المتوقع أن تشهد أمطارا رعدية يعني غزيرة بعض الشيء، والمناطق الوسطى من المملكة أجواء تكون بها مستقرة بشكل عام، نشاط للرياح في المناطق الشمالية من المملكة، ولكن مع دخولنا مع ساعات مساء يوم الخميس يتوقع أن يمتد حزام من الأمطار نحو المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشمالية من المملكة. هذا ما سنراه في خريطة يوم الجمعة. إذا استمرار فرص الأمطار الرعدية على طول الواجهة الغربية من المملكة، تكون غزيرة فوق جبال جنوب غرب المملكة بشكل لافت، وتمتد الأمطار لتشمل العاصمة الرياض على وجه التحديد التي يتوقع أن ترتفع بها نسب وفرص هطول الأمطار يومي الجمعة والسبت مع انخفاض قليل درجات الحرارة، وتمتد حتى الأمطار لاحقا مع ساعات المساء ويوم السبت إلى حتى المناطق الشرقية من المملكة وحفر الباطن، في حين أن المناطق الشمالية يعني ما زالت الأمور غير واضحة حتى هذه اللحظة بمشيئة الله تعالى. إذن هذا كان هو يعني كل ما لدينا من معلومات بشأن الأحوال الجوية وحالة الطقس في المملكة خلال هذا الأسبوع. نبشركم من جديد بحالة مطرية أوسع وأشمل وأغزر بمشيئة الله تعالى مع نهاية هذا الأسبوع في مناطق مختلفة من المملكة، ولكن بسبب بعد الفترة الزمنية ننصحكم دائما بمتابعة التحديثات الجوية أولا بأول، وذلك ربما عن طريق تحميلكم لتطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com أو حتى بالاكتفاء بمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، إلى اللقاء.